امرأة في العام الماضي اصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر، ولم تصم رمضان الماضي ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث انها حبلى فهي تصوم بعض الايام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها. هل توجد كفارة عن الصوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟ يبقى لها صوم حتى تشفى ان شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. والحامل مثل المريض، اذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضى مثل المريض اذا كان يشق عليها، يبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام.